ياسمين، ياسمين تستاهل ولا ما تستاهلش حبي ده كله؟ طبعا طبعا طبعا. نشوفك بقى كلنا بتخشي تكتبي تعليق عند ياسمين وتدعي لها وتقولي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل حبايبي، بكل حبايب قناتي، قناه ياسمين تي يوتيوب واخبار النجوم. كلنا عارفين المثل المصري الجميل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع. طب ايه الحكايه وايه اللي دخل بدريه طلبه في موضوع المثل ده؟ الحقيقه زي ما كلنا عارفين بدريه طلبه بتحب ياسمين عبد العزيز جدا، علشان كده تم اتهام بدريه طلبه بان هي بتطبل ياسمين عبد العزيز. والحقيقه مش بدريه بس، انا كمان بحب ياسمين عبد العزيز جدا جدا جدا، علشان كده عملت عنها فيديوهات كتير جدا ودايما بتابع اخبارها، واتهمت ايضا زي بدريه ان انا بطبل ياسمين عبد العزيز. تعالوا نشوف بقى رد الجميله بدريه طلبه، ايه ردها على الموضوع ده، وايه احساسها بياسمين عبد العزيز، وليه وقفت جنبها، وعملت ايه كمان معاها. تابعوا معايا الفيديو. صاحبتي حبيبتي بحبها. انت اللي صالحتيهم. الله شربات يا بدريه، دم خفيف جدا، علشان كده بقول لكم الطيور على اشكالها تقع. كلنا عارفين بدريه طلبه دمها خفيف جدا، تمتاز بخفه الظل، وكمان الفنانه الجميله فراولاية ياسمين عبد العزيز، وده اللي خلى الاتنين اصحاب جدا جدا، والاصحاب دايما بيقفوا مع بعضهم وقت الشده. كلنا طبعا عارفين المشكله اللي فاتت اللي ما بين ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضي، والحمد لله المشكله دي تم حلها على خير. ولكن الحل ده جه على ايد مين؟ زي ما سمعنا مع بعض، على ايد بدريه. طبعا هي صاحبه ياسمين جدا. طب ايه حكايه التطبيل دي؟ ليه اتهموا بدريه طلبه بكده؟ تعالوا نشوف بقى ردها الجميل على الموضوع ده. وايه ما ينفعش الجمله دي تعدي كده، احكي لنا ليه ينفع يتحكي. لا يعني بصي، هم زي اي اتنين حصل بينهم مشاده، فطبي اهو فزعلوا من بعض وخلاص وتصالحوا، ربنا يهنيهم ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اللي شايف معايا الفيديو دلوقتي يدا للفنانه الجميله الفراشه ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، اجدع خديوي في مصر. يا رب. في ناس على السوشيال ميديا تقول ايه لما بتشوفك بتعلق؟ عشان اشتغل، عايزه اشتغل انا. لا ده في ناس تانية، ده هقول لك الناس بيقولوا حاجتين. في ناس اول حاجه تقول لك يا ريت عندنا صاحبه زي بدريه طلبه في حياتنا. دول فاهمين ان ايه مش مصلحه، في حاجه اسمها عشره وعيش وملح وصداقه. الاوبشن ده مش عند التانيين اللي بيقول لك بتطبل لها. التانيين بقى يقول لك بتعمل كده عشان دايما هي بتشتغل مع ياسمين. طب ما هو دايما بشتغل، حتى ايه الجديد بقى لطبل له؟ وبعدين هي ياسمين بس اللي بشتغل معاها؟ لا بتشتغلي كتير. بشتغل مع كتير قوي، هطبل لكل دول؟ لا، لما يكون عند حد فيهم حاجه هقف معاه وساعتها يقولوا بتطبلي بتطبلي، بس اصحابي. الله عليك يا بدريه، هي فعلا دي اخلاق بنت البلد الجدعه. ايه رايكم في تصرفات بدريه طلبه؟ عايزين الكل بقى يشجعها دلوقتي، وده علشان دايما نشجع الصداقه، الصداقه ما بين الفنانين والناس العاديه حتى، علشان بس في ناس بتقول ان الفنانين ما بيعرفوش غير مصلحتهم. لا، الفنانين زيهم زي اي حد، التربيه والطبع هو اللي بيفرق. تعالوا نشوف مع بعض بقى دلوقتي باقي تصريحات بدريه طلبه. اذا كناش نقف جنب بعض هنجيب مين يقف؟ وبالفعل من خلال الحلقة حكت لنا بدرية طلبة مع ياسمين عزت عن موقف من خلال برنامج نفسنا، وكلنا عارفين اللي كانت بتقدمه مع انتصار. طبعا حصل مشكلة ما بين حبيبة وما بين انتصار، وعلى الأساس دوا الموضوع عدى، لكن بدرية طلبة قالت إن هيجي عليها وقت وهيحصل معاها وهيتم التطاول عليها زي ما تم التطاول مع كبرتهم، وتقصد طبعا بكبرتهم هي انتصار. طبعا هي قالت إن هي أكبر من انتصار في السن، على زميلة ليا يبقى هيجي في يوم تتطول عليا، وده فعلا حصل. لان طالما كبيرة بتاعتنا سكتت يلا ندور على غيرها بقى. فقلت لهم لا ما ينفعش، على فكرة انا اكبر من انتصار في السن، بس حته ان انتصار شغاله موتي مكمله اسئله. انت لو هتلعبي اللعبه دي انا جديره فيها. لو بتنقدي لو هتلعبي اللعبه الجيم ده اللي عكس اللي انا بعمله بقالي 20 سنه. ما ينفعش تنجح لوحدك. فحبيبه قالت لها انت بتقولي كده وكان انتصار يعني عايزه تنجح لوحدها، او كان انتصار مش مدركه قيمه التيم ورك، وكان انتصار مش مدركه قيمه الزماله والعمل الجماعي، وده مش حقيقي لان انتصار اشتغلت كتير قوي 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 حاجات بطولات وجماعيه وكان فيها ناس كتير فهي انتصار الكلمه برده ضايقتها، لان حست ان في انطباع عام حبيبه عايزه تديه عنها ان هي شخصيه انانيه وعايزه تشتغل لوحدها. وقالت ان انتصار هي اللي جت في الاول واتبنى عليها بعد كده البرنامج، علشان كده هي قالت يا انا يا حبيبه. وبالفعل زي ما قلت لكم بنت بلد وجدعه.
وزي ما شفنا موقف بدرية ده بيأكد كلامي عنها أنها بنت بلد وجدع، ولكن للأسف الأيام اللي فاتت اتعرضت لهجوم كبير جدا على السوشيال ميديا، وده لما نشرت بوست وقالت فيه أن بنت أخوها كانت هتتعرض لعملية اختطاف. وطبعا احنا عارفين الأخبار المنتشرة اليومين دول على السوشيال ميديا أن في عملية خطف عن طريق طبعا شكة الدبوس وغيره، والناس بدأت تخاف وتتروع، وتقال أن شكة الدبوس دي بتخلي البنات يحصل لها دوخة أو بتعمل كمان تخدير كلي ليهم. وللأسف بدرية حاولت تحذر الناس، ولما طبعا لقت هجوم عليها كبير جدا على السوشيال ميديا وقالوا انها بتعمل كده علشان الترند، بدرية اضطرت ان هي تحذف المنشور وقالت ان بنت اخوها كانت دايخة شوية وتوقع انه كان هيتم عملية اختطافها، ولكن طبعا الهجوم ده خلاها حذفت المنشور. ولكن الموضوع ده خلى الجهات المسؤولة ان هي تطمننا الموضوع ده ما هو الا اشاعات، طبعا اشاعات وزادت جدا. احنا عارفين كلنا ان الخطف ممكن بيكون موجود، لكن بالشكل اللي سمعناه على السوشيال ميديا لا طبعا مش بالشكل ده، لكن برضو لازم ناخد بالنا ولازم نوعي بناتنا ولازم نأكد كويس جدا عليهم وهم نازلين عدم الكلام او التفاعل مع الناس الاغراب، ولازم دايما يخلوا بالهم. بدرية كانت تقصد كده، لكن طبعا حصل هجوم عليها على وده بالنسبه لبدرية طلبه ياريت طبعا تشجعوها لان هي انسانه جميله وبسيطه وزي الفل. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نشوف موضوع تاني، موضوع احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، عايزين نطمن عليهم. وزي ما قلت لكم قبل كده احمد العوضي راجل جدع اجدع خديوي في مصر، قابل احد متابعيه واللي بيحبوه في الشارع لقى ان صوته جميل جدا فغنى له اغنيه خليني ذكرى للنجم اللبناني اللي كلنا عارفينه وبنحبه وائل جسار. احمد العوضي نشر الفيديو ده والاغنيه الجميله دي عنده في صفحته ومن هنا بقى علقت زوجته النجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز بطريقة كوميدية كالعادة، ونشر الصورة للفنانة الراحلة سناء يونس من مسرحية السك على بناتك، ودونت عليها العبارة الآتية أو ربنا، بينما رد عليها العوضي على تعليقها طبعا بالضحك. وياريت بالشكل ده نكون فهمنا ليه بنحب احمد العوضي والفنانه الجميله ياسمين عبد العزيز، وده اللي يخلينا نقول ما شاء الله الميه رجعت لمجاريها، ربنا يسعدهم يا رب، ادعوا لهم طبعا بالخير. ولحد هنا النهارده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واللي عجبته الحلقه بسرعه ديكوا شايفين زرار اللايك ياريت تدوسوا عليه وتضغطوا عليه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل زر الجرس، وبالتاكيد ده علشان يوصلكم كل الاخبار الجديده اللي بتدور على السوشيال ميديا. شكرا لكل المتابعين الجمال اللي بيترددوا دايما